السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. دلوقتي هتكلم معاكم عن الجزء العملي الخاص بشابتر الكورنيا. في الاول بس حابين نفتكر زماننا اللي توفاهم الله بالدعاء، ربنا يا رب يرحمهم ويغفرهم جميعا يا رب، ويخوتنا في فلسطين ربنا يا رب ينصرهم ويهلك عدوهم ويخزوا اخذ عايز المقدر يا رب. طيب في الاول كده بس انا عايزه افكرك، هي الكورنيا دي كانت موجوده فين في العين وايه الطبقات بتاعتها؟ احنا كان عندنا قادر كورنيا اهيت، وكانت مكمله بايه؟ مكمله بالسكليرا، وبعد كده كان في الايريس هنا وكان في الايريس هنا، وبعد كده ورا هنا كان في اللينس، وورا هنا كده كان في الريتنا. تمام. طب الطبقات الكورنيا كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن اول حاجه اللي هو الطبقه الزرقاء دي اللي هي اسمها الابيثيليوم، وبعد كده الطبقه الرمادي الخط الرفيع ده اسمه بوماسيليار، وبعد كده الاستروما، وبعد كده الدسم السمبرين اللي هو في الاخر ده اللي هي اخر طبقه. تمام. طيب نبتدي بقى ندخل في موضوعنا، وعندنا اول حاجه هنتكلم عنها هي الاجهزه بتاعه الكورنيا، الاجهزه اللي انا باجزامن بيها الكورنيا. واول جهاز معانا كان اسمه ايه؟ كان اسمه السيت لام بايوميكروسكوبي. جهاز يا جماعه اسمه ايه؟ اسمه السيت لام بايوميكروسكوبي، اللي كان بيعتمد على ديفرنت اليومينيشن عشان يبين لي الكورنيا واشوف اي ليجن موجود فيها. تمام. واي صوره يا جماعه فيها جهاز او فيها مثلا ساين لمرض معين او فيها مثلا عمليه، الحاجات دي كلها بتيجي في الماتشنج. تمام، ان هو يجيب لك جمله مثلا لها علاقه بالصوره دي وانت ايه تماتش بقى ما بينهم. تمام. طيب ودي الصوره اللي بتظهر لنا من جهاز السيت لامب اهيت، الخط الابيض ده الضوء بتاع الجهاز، وبعد كده ورا بقى هتلاقي الكورنيا وبتلاقي بقيه العين، بس اهم حاجه هي هتبقى ايه؟ الكورنيا. تمام. طيب بعد كده بقول لك انا ايه الكورنيا سنسيشن. الكورنيا سنسيشن دي كانت عباره عن ايه؟ ان انا بجيب قطنه واحطها في عين العيان واشوف هي مش ولا لو رمش يبقى سنسيشن، تمام، ما رمش يبقى سنسيشن فيه مشكله. تمام. طيب بعد كده اللي هو الايه البلاسيو ديسك. البلاسيو ديسك ده كان بيطلع لي الكورنيا في صوره دوائر عشان اشوف الكورنيا دي منتظمه ولا لا. لو الدوائر كانت منتظمه يبقى الكورنيا ريجولار زي الفل، مش منتظمه يبقى لا الكورنيا فيها مرض معين. تمام. فعندك اول صوره هنا اهي، اول صوره ديت الدوائر بتاعت الكورنيا منتظمه زي الفل، فهتبقى الكورنيا ريجولار. تمام. اما تاني صوره تحس ان الدوائر مطوله شويه، تحس ان هي مطوله شويه كده ومطوله شويه كده، فده يقول لك ان الكورنيا فيها ايه؟ فيها استجماتيزم، اللي هو كانت الاشعه بتاعت الضوء كلها بتتجمع في كذا نقطه على رتنا مش نقطه واحده بس، لان الكورنيا فيها مشكله. تمام. طيب والصوره دي بقى بيقول لك والله هي الكورنيا منتظمه وزي الفل، ولكن في مينيمال استجماتيزم، في استجماتيزم شويه صغيرين لان الدوائر مش منتظمه قوي برده. تمام. اخر صوره دي بقى اللي هي اهم صوره، بيقول لك ان والله انت عندك الدوائر بتاعت الكورنيا لا ده بلج قوي لبره، ده بصوا ده في دايره كده وعندها بلج قوي، تحس ان هي مسحوبه لبره قوي، مسحوبه لبره قوي، دي في مرض ايه؟ في مرض الكيراتوكونس اللي هو الكورنيا بتبقى بلج لبره. تمام. طبعا في الصوره دي انت مش عليك تفصيل ولا اي حاجه، هو بس هيجيب لك الصوره ويقول لك ايه الجهاز اللي بيشوف الريجولارتي بتاعت الكورنيا، هتقول بلاسيدو ديسك. تمام. طبعا دي الصورتين دول برضو بتوع البلاسيدو ديسك. احنا عندنا ادي هنا الكورنيا منتظمه زي الفل، اما الكورنيا هنا هي مش منتظمه، هي تحس ان الدوائر متعرجه شويه. تمام. طيب بعد كده الجهاز ده اسمه ايه؟ اسمه الباكيمتري، اللي هو جهاز كده بصلته على العين عشان نشوف ايه؟ عشان نشوف السكنس بتاع الكورنيا. تمام. ده اسمه ايه؟ باكيمتري. بشوف بايه؟ بشوف بايه السكنس بتاع الكورنيا. طيب بعد كده الجهاز ده اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه البنتاكام، او اسمه الكورنيال توبوجرافي. الجهاز ده انا كنت بشوف ايه؟ انا كنت بشوف بيه الريديوس اوف كيرفيشر بتاع الانتيرور سيرفيس بتاع الكورنيا وبتاع البوستيرور سيرفيس او بتاع الاثنين، يعني هو اما يصير لي انتيرور بس يا اما يصير لي بوستيرور بس يا اما يصير لي الاثنين مع بعض، وكان بيصير لي الكورنيا في صوره 3 دي. البنتاكام ده اهم يميزه ان الصوره اللي بيظهرها بتبقى في صوره الوان، بصوا اخضر واصفر وازرق والحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها، وكل لون كل لون بيدل على سيكنس معين، كل لون مثلا بيدل على سيرفيس معين. تمام. انت مش عليك التفصيل، انت عليك بس الصوره دي اسمها ايه؟ اسمها بنتاكام. بيصادم في ايه؟ ان انا بشوف بيظهر لي كورنيا 3 دي عشان اشوف ريديوس اوف كيرفيشر بتاع الانتيرور سيرفيس او بتاع البوستيرور سيرفيس او بتاع الاثنين. بعد كده الجهاز اسمه ايه؟ اسمه سبيكلر مايكروسكوبي. سبيكلر مايكروسكوبي ده انا كنت بشوف بايه؟ كنت بشوف الاندوثيليوم بتاع الكورنيا، بشوف الخلايا الاندوثيليوم، بشوف والله العدد بتاع الخلايا دي والشكل بتاعها، هل عددها تمام ولا في حاجه ناقصه، هل شكلها تمام ولا لا في مشكله في الشكل. تمام. فعندنا اول صوره دي كده ديت نورمال اندوثيليوم، العدد تمام والشكل تمام وكله زي الفل. اما تاني صوره ديت، تاني صوره دي لا ده في مشكله، شايفين الفراغات السوداء دي؟ شايفين الفراغات السوداء دي؟ دي تدل ان في اندوثيليوم، في خلايا اندوثيليوم ناقصه. تمام. وفي مشكله في الشكل بتاع الاندوثيليوم ده. حلو. دي بالنسبه لي السبيكولار مايكروسكوب. طيب بالنسبه لاخر جهاز معانا اللي هو اسمه ايه؟ اوبتيكال كويرنس توبوجرافي. اوبتيكال كويرنس توبوجرافي ده انا كنت بشوف بايه؟ كنت بشوف الاوباسي اللي موجوده في الكورنيا، هو بيصل لي صوره الكورنيا كده، يعني احنا مثلا لو شفنا ركزنا في الصوره دي كده، بصوا الصوره ديت عباره عن ايه؟ عباره عن الكورنيا بتاعتنا اهي يا جماعه، وبعدين ورا هنا الايريس اهوت وهنا الايريس. تمام. فلما تلاقي الكورنيا منتظمه كده واللون بتاعها منتظم، اللون بتاعها اسود ومنتظم كده، تمام، يبقى الكورنيا ديت تمام وزي الفل. اما بقى لو لقيت فيه بياض كتير قوي كده في الكورنيا، يدل ان الكورنيا فيها عدم، فيها اوباسيفيكيشن. حلو. يبقى الاوسيدي ده بيستخدم في ايه؟ بيستخدم عشان اشوف الاوباسيتي اللي موجوده في الكورنيا، وبيصير لي صوره الكورنيا اهي وصوره الايريس. لو لقيت الدنيا تمام يبقى الدنيا تمام، لقيت فيه بياض كتير كده يبقى فيه اوباسيفيكيشن. حلو.
بعد كده حاجه اسمها الفلوروسين ستريبس، طبعا دي مش تبع الكورنيا، دي تبع شابتر اللاكريمال. الفلوروسين ستريبس دي بتبقى عباره عن شرايط كده بحطها في العين عشان اشوف اقيس كميه الدموع اللي موجوده في العين، تمام، لو اشوف هي زايده ولا قليله ولا نورمال ولا ايه الدنيا، تمام. طيب بعد كده، طيب بعد كده بيقول لك الصوره ديت عباره عن كورنيا الاثر السند ويز فلوروسين. كلنا عارفين ان طبقات الكورنيا بتبقى سميكه جدا، ما بتعديش اي اورجانيزم، تمام، ولا بتعدي اي صبغه. امتى بقى تعدي صبغه؟ لو حصل فيها اثر، لو حصل فيها فتحه كده بتبدا الصبغه تعديها تصبغها باللون الاخضر. كده الصبغه اسمها ايه؟ اسمها فلوروسين السي، تمام. يبقى لما اشوف صوره كده لونها اخضر يبقى اسمها ايه؟ دي فلوروسين السين، وده يدل ان الكورنيا فيها اثر. حلو. بعد كده يا جماعه الصوره ديت اللي هي بتاعه البكتيريا الكيراتايتس، طبعا هي صوره العين اهوت، وجايب لك الكورنيا لونها اخضر. لونها اخضر ليه؟ لان انا حطيت صبغه اللسين وعدت من الكورنيا وصبغتها باللون الاخضر، وده يدل على ايه؟ يدل ان الكورنيا فيها مشكله، فيها بكتيريا الكيراتايتس، يعني فيها ايه؟ فيها اثر. وطبعا الصوره ديت اللي هي البكتيريا الكيراتايتس بقى ديت الصوره بقى اللي يجيب لك عليها كيس. اما الصوره اللي فاتت دي كلها كانت ماتشنج، كانت مش ما فيش كيس بقى ولا فاسله ولا حاجه، كانت ماتشنج عادي. اما الصوره دي بقى كيس، يعني يجيب لك مثلا كيس طويله كده ويقول لك والله العيان ده كان حاسس بريدنس وبينس وبين وهوتنس وما اعرفش ايه، ولقينا عينه عامله كده. في التشخيص بتاعك الاورجانيزم بتاعك، طبعا الاورجانيزم ده هيبقى بناء على الكيس برضو. يقول لك مثلا والله الطرف بنبات فده فانجل، تمام، يقول لك لا ده في كونتاكت لينس فده ممكن تكون اكانسيبا والحاجات دي كلها، تمام. فانت هتقرا الكيس كده وتستنتج من الكيس كل حاجه وتبص على الصوره. الصوره ممكن تساعدك وممكن لا ما يبقاش لها لازمه، تمام. هو بيجيب لك كيس وبيجيب لك التشخيص بتاعك الاورجانيزم بتاعك، يعني مثلا قول لي اتنين كومبليكيشن واسال ترو او فولس. طيب بعد كده اهي، بعد كده الصوره دي مهمه جدا اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت الفانجر كيراتايتس. كلنا عارفين ان الفانجر كيراتايتس ده كان بيعمل لي ليجن اسمها ساتلايت ليجن، يعني ليجن كده شبه النجمه اهي. شايفين الليجن دي كده؟ الليجن دي اهي دايره في النص اهي، طالع منها تفرعات كده، تفرعات كده عامله زي النجمه ديت، ايه ساتلايت ليجن، تمام. وكانت الفانجر كمان معاها يا جماعه حاجه اسمها شيز ديب دي هايبوبيل، تكتلات كده عامله زي الجبنه، تبقى تكتلات بيضاء عامله زي الجبنه اللي هي دي كده بالظبط، تمام. يبقى ديت ايه؟ ديت شيز ديب دي هايبوبيل، وزي النجمه دي اسمها ساتلايت ليجن، تمام. والصوره دي برضو يا جماعه فيها تجمعات الجبنه اهي اللي هي لونها ابيض اهي، اسمها ايه؟ اللي هي اسمها تشيز هيب دهيبون. آه طيب الصوره دي بقى يجيبها لك ايه؟ يجيبها لك مع كيس كده معينه زي ما انا قلت لك في البكتيريا كيراتايتس، ان يجيب لك كيس مثلا يقول لك ريدنس وهوتنس وما اعرفش ايه، والعين مثلا الطرف بيبعد جرجير، العين مثلا مناعته واقعه قوي، في التشخيص بتاعك، التشخيص بتاعك، فانت هتقول له فانجر كيراتايتس. طب مثلا يسالك عن فانجر يقول لك ايه الصبغه بتاعتها، بتصيغ بان هي نوع من الصبغه، هتقول له البريدك اسس تشين والجيمسا والحاجات دي كلها، يقول لك التريتمنت، تقول له انتي فانجر، وهكذا. فالاسئله اللي بتبقى على الكيس يا جماعه كلها بتبقى بناء على مذاكرتك، بناء على اللي انت مذاكره، تمام، مش هيخترع اسئله يعني. طيب طبعا دي الصوره الفانجل كيراتايتس برضو بس مش واضحه فسيبكم منها. طيب الصوره دي بقى اللي هي الايه؟ الفايرال كيراتايتس يا جماعه، اللي هي خصوصا مين؟ الاكانس ابيبا. كلنا عارفين برضو ان الاكانس ابيبا دي كانت بتعمل لي ليجن اسمها دنتريتك ليجن، ليجن اسمها ايه؟ دنتريتك ليجن، شبه الخطاف. بصوا شبه الخطاف ازاي؟ شبه الخطاف اهي، دي اسمها دنتريتك ليجن يا جماعه، تمام تمام. بصوا دي برضو دنتريتك ليجن، هو برضو هيجيب لك كيس كبيره كده ويجيب لك الصوره دي، فانت من خلال الصوره ومع الكيس هتقول والله ان دي اسمها فايرال كيراتايتس. يقول لك ايه هو الاورجانيزم بتاعنا؟ هتقول لك، هتقول له ان هو الاكانس ابيبا. ايه هي الستين؟ هتقول له والله برضو جيمس السين، واللي هي كلك فلور السين. يقول لك ايه هو العلاج؟ تقول له مثلا امينوجلوكوسايد وبيجيونومايد والحاجات دي كلها، تمام تمام. طيب دي طبعا اسمها جيوغرافيكال اثر، اثر كده عامله زي تضاريس، تمام، تحس ان دي كره ارضيه اصلا وفيها كره ارضيه وفيها اثر كده عامله زي الايه؟ التضاريس. طبعا دي صوره هبله يعني مش هتيجي. طيب بعد كده بقى الهربس زوستر يا جماعه، كلنا عارفين ان الهربس زوستر دي بيكون يونيلاترال، بيبقى جاي على ناحيه واحده بس من الوش. فانت لما تلاقي وش عيان كده وفي ناحيه واحده بس اللي فيها مشكله يبقى ده ايه؟ ده الهربس زوستر. الهربس زوستر ده كان عباره عن ماكيور وبيور وبسيور والحاجات دي كلها، تمام تمام. كنا بنعالجه ازاي؟ بانتي فايرال. فاحنا عندنا اهيت، احنا عندنا الصوره اهيت، بصوا نص وش العيان بس اللي فيه مشكله وعلى ناحيه واحده يونيلاترال، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه هربس زوستر، تمام. علاجه ايه؟ والله علاجه انتي فايرال اللي هو اسايكلوفير والحاجات دي كلها. طب الليجن بتاعته بتبقى عامله زي ماكيور وبستيور والحاجات دي كلها، تمام تمام. طيب طيب دي بقى ايه؟ دي بقى صوره يا جماعه ليه الاكانس ايبا. كنا اخذنا في الاكانس ايبا ان هي ممكن تعمل دنتريتك ليجن، وممكن تعمل كمان حاجه اسمها رينج ابسس، دايره بيضاء كده في عين العيان اسمها رينج ابس اهي. ادي الدايره البيضاء اهي، بصوا اهي الدايره البيضاء، دايره البيضاء اسمها ايه؟ اسمها رينج ابس. طبعا دي برضو يجيب لك فيها كيس زي الكيس اللي احنا قلناها قبل كده اللي مش عارف ايه، ويبدا يقول لك مثلا كانت بتستخدم كونتاكت لينس والحاجات دي كلها. فايه تشخيصك؟ ايه تشخيصك الموضوع؟ والله ان هي كيراتايتس. ايه الاورجانيزم بتاعك؟ اسمه ايه؟ اسمه اكانس اميبا، وهكذا، تمام تمام. دي زي طبعا ايه؟ زي صوره الدنتريت كيراتايتس بالظبط. طيب الصورتين دول عباره عن ايه يا جماعه؟ الصورتين دول عباره عن نيوروتروفيك كيراتايتس ونيورو
ثانية واحدة، نيوروتروفيك كيراتيتس او نيورو باراليتيك كيراتيتس يا جماعه. نيوروتروفيك كيراتيتس دي كانت بتيجي نتيجه ان الكورنيا فقدت الاحساس، ان الكورنيا فقدت السنسيشن بتاعتها، فبقت خلاص بقت متصلبه جدا، ما بقاش فيها اي احساس، بقت مش قادره ان هي تحمي نفسها من اي اورجانيزم داخل طالع، بكل حاجه براحتها بقى، مش قادره ان هي ترمش، فما بقاش في دموع، فبقت متصلبه قوي، فكونت لي كتله صلبه. بصوا كتله صلبه قوي يا جماعه، الكورنيا بقت متصلبه قوي. فدي اسمها ايه؟ اسمها نيوروتروفيك كيراتيتس. طبعا ممكن يجيب لك كيس كده يقول لك والله واحد بيشتكي ان هو فقد الاحساس وما اعرفش والحاجات كلها، يجيب لك الصوره، يبقى تشخيصك ايه؟ تشخيصك نيوروتروفيك كيراتيتس. طب هتعالج الموضوع ازاي؟ والله هعالج الموضوع بلوبريكانت، مرطبات كده او ملينات، او هعالج بتونيوم توكسين، تمام، او هعالج زي ما انتوا اخدتوا بان انا هعمل حاجه اسمها ترسرفي، ان انا هربط الجفنين في بعض كده عشان العين تقفل كده على بعضها وينزل دموع والحاجات دي كلها، واحميها بقى من ايه؟ من اي اصابه. تمام. دي بالنسبه لي نيوروتروفيك كيراتيتس. بالنسبه لي نيورو باراليتيك كيراتيتس، قال لك والله نيورو باراليتيك كيراتيتس ديت بتبقى العين مش قادره ان هي تقفل بسبب ان حصل مشكله في النيرف، بسبب ان العين مثلا حصل لها براسي اتشلت. ليه بقى؟ لان حصل فيها مشكله في النيرف اللي بيخلي العين تقفل، اللي هو النيرف رقم 7، تمام، اللي هو اربس بوسي، تمام، قصدي لا بلس بوسي. فالشخص ده بيكون عنده بلس بوسي، يعني عنده مشكله في النيرف رقم 7، فما بيقدرش ان هو يقفل عينه، فتبدا ان هي عينه تتعرض بقى للايه؟ للاصابات الخارجيه والحاجات دي كلها. الصوره بتاعتنا هنسكمها، يعني شايفين الجزء ده كده، شايفين الجزء ده، هنعتبر مثلا ده واحد بقى مشلول ونايم وكده ما اعرفش ايه، عشان يعني ما ننساهاش، يعني ده واحد كده تحس ان هو نايم، ما عنده مشكله عيني ونايم، او اتشال مثلا ونايم، فديت ايه اسمها ايه؟ نيورو باراليتيك كيراتيتس. هيجيب لك برده كيس ويقول لك عنده مشكله، فقد نيرف معين، عنده بلس بص، الحاجات دي كلها، تشخيصك ايه؟ هتقوله نيورو باراليتيك كيراتيتس. طب علاجك ايه يا جماعه؟ علاج ايه؟ هتقول له برده نفس العلاج اللي فات، اللي هو لوبريكانت وترسرفي والحاجات دي كلها. تمام. وسؤال مهم جدا ممكن يجيبه لك في النيوروتروفيك كيراتيتس يا جماعه، اللي هي ديت كده، ممكن يقول لك هل العيان هنا بيحس بين، هل الموضوع هنا بينفل؟ هتقول له لا طبعا ما فيش احساس، ويحس بين ازاي؟ تمام. طيب الصوره دي بقى بتبين لنا ايه؟ بتبين لنا الكورنيال سكرابنج. سكان بدخل والله بحاجه كده واخد مسحه من الكورنيا عشان اروح احللها. دي بنستخدمها في حالات ايه؟ في حالات الريتسنت كيس، ان انا مش عارفه اشخص، فهاخد مسحه واروح احللها في المعمل عشان اشوف في ايه. دي برده صوره تيجي ماتشنج. طيب بالنسبه بقى لي الصوره دي يا جماعه، اللي هي الليكوما والنيبلا ديت يا جماعه، كانت اللي هي الكومبليكيشن بتاعه الكورنيا الاثر في حالات الليت، في حالات النون بروفريتن كورنيا الاثر، في حالات ايه الليت؟ احنا كان عندنا الكورنيا الاثر ديت ممكن يحصل لها عليها كومبليكيشن، يا اما بروفريشن لما تخرج من الكورنيا تطلع، يا اما ايه نون بروفريتن، لا هي تفضل كل كورنيا. الليكوما والنيبلا دي كان بيحصل امتى؟ في النون بروفريتن كورنيا الاثر، ان الليكوما ان الكورنيا ان قصدي الاثر بتفضل جوه الكورنيا ويحصل عليها كومبليكيشن معينه، وبعد كده تهيل، يحصل لها هيلنج. ازاي؟ هيلنج باي فيبروس. الهيلنج ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه يا اما ليكوما، يا اما اسمه نيبولا، يا اما اسمه ماكرا. تمام. النيبولا يا جماعه كانت هيلنج صغير جدا، هيلنج صغير جدا ما بيعملش اي حاجه. لما تيجي تشوف العين تقدر عادي ان انت تشوف الكورنيا وتشوف اللينس وتشوف الريتنا وتشوف كل حاجات العين، لان الهيلنج هنا بيبقى صغير ما بيغطيش حاجه. زي الصوره دي كده، بصوا اهي ادي الهيلنج اهو الصغير، وانت شايف العين كلها عادي، تمام، الريتنا والكورنيا كل حاجه. تمام. طيب اما هنا الهيلنج يا جماعه اللي هو الليكوما ديت كده النيبلا، تمام، اما دي كده الليكوما. يبقى الصوره دي يا جماعه نيبلا، اما الصوره دي الليكوما. الليكوما لا، ده الهيلنج بيبقى كبير قوي لدرجه ان انا مش شايف اي حاجه ورا الكورني، انا مش شايف اللينس ولا الريتنا ولا اي حاجه، تمام، فحاسه ان هي في عتامه هنا، انا مش شايف حاجه. تمام. طبعا الصوره دي ممكن يجيبها لك ويجيب لك كيس ويجيب لك الصوره ديت، فيقول لك والله تشخيصك ايه مثلا؟ هتبقى كيراتيتس عادي جدا. تمام. طيب يقول لك مثلا ايه هي الاذر كومبليكيشن؟ تقول له بقى بتاعه البرفوريتين كنا اثر، وتقول له بتاعه الايرلي كومبليكيشن اللي هي الايريدوس كيراتيس والسكندري كوما والحاجات دي كلها. تمام. ممكن يقول لك العلاج، بس كل علاج البكتيريا كيراتيس، تقول له ذهب اللي هي دارك جلاسس وسبوتاليزيشن والانتيبيوتيك والسايكولوجيا والحاجات دي كلها. تمام. دي طبعا برضو الكورنيال فاسكولاريزيشن اهيت، في بلاد فيسس اهيت موجوده جوه الكورنيا، ده يدل ان في ايه؟ في اثر في الكورنيا، في مشكله في الكورنيا لدرجه ان بقى فيها بلاد فيسس. ديت ايه؟ الكورنيال فاسكولاريزيشن. وطبعا الكورنيال فاسكولاريزيشن دي يا جماعه من ضمن الحاجات، ثانيه واحده، الكورنيال فاسكولاريزيشن دي يا جماعه كانت من ضمن الكومبليكيشن بتاعه النون بروفيرنت كورنيال اثر برده الليت. يبقى الليت كان عندنا ليكوما ونبلا، وكان عندنا برده الفاسكولاريزيشن. تمام. يقول لك برده ايه الاثر كومبليكيشن؟ هتعالج الموضوع ده ازاي؟ تمام. يقول لك مثلا يسالك عن السيبتومز بتاعه البكتيريا كيراتيتس، الحاجات دي كلها. تمام. طيب طيب دي برده يا جماعه حاجه اسمها ايه؟ دي سماتوسيل.
طيب ديت ايه كانت الديسمنت سيل، وديت برضو كانت من الكوميونيكيشن اللي هي كانت نمبر فورتن كورنيال اثر. كان عندنا طبقات الكورنيا كلها بتتدمر ما عدا اخر طبقه اللي هي كانت الديسمنت سيل، وكان عندنا ضغط العين بيبقى عالي هنا قوي قوي، بيبقى عالي هنا قوي، وكل الطبقات اتدمرت ما عدا الطبقه ديت لانها الاستيك، فيبدا ان هو يرفع الطبقه ديت بيحصل لها بلج بره، تعمل لي حاجه اسمها ايه سوري تعمل لي حاجه اسمها ديسمنت سيل. تمام تمام تعمل لي حاجه اسمها ديسمنت سيل. شايفين يا جماعه مش عارفه انتوا شايفينها ولا ايه، بس بصوا اهي، بصوا الحته دي كده، الحته دي كده تحس ان هي طالعه من الكورنيا، طالعه من الكورنيا لبره كده وشفافه قوي، ديت بقى هي الديسمنت سيل. تمام طبعا نفس الاسئله، ايه هي الاذر كومبليكيشن بتاعت الموضوع ده، ايه هي العلاج، العلاج ايه هي السيمبتومز، الحاجات دي كلها. تمام طيب يا جماعه ندخل بقى على الكورنيا البرفوريشن، ان الاثر خرمت الكورنيا وخرجت بره، فلما تيجي تحط صبغه الفلوريسين في الوقت ده هتاخد شكل معين كده اسمه ايه، اسمه سيدي البوستيف. تمام شايفين الشكل ده يا جماعه، شايفين الشكل ده كده كده اسمه سيدي البوستيف، عامل زي حدوه الحصان يا جماعه، عامل زي اهي اهو، عامل زي حدوة الحصان، عشان كده سمينا ايه، سمينا سيد البوستيف. يبقى الصورة ديت هتجي لك مثلا ماتشنج، تقول يقول لك والله ايه هي الصورة او ايه هي الحاجة اللي بتشوفها في الكورنيال برفريشن. تمام هتقول له الصورة دي، هتوصل بقى الاتنين ببعض. حلو حلو، يبقى دي اسمها ايه، اسمها سيد البوستيف. بعد كده بقى شايفين يا جماعه العين تحس ان هي عايمه في ميه ازاي، لان هي خرجت اصلا، لان ده حصل برفيرت كورنيا اثر، فالاثر خرمت العين وخرجت بره خالص، خرمت الكورنيا اصلا وخرجت بره، فتحس ان العين بقت عايمه، عين في ميه ماشي، فده اسمها ايه، اسمها برفيرتد كورنيا ايه اثر. تمام طبعا كل الصور بهذه الكورنيا الاسئله عليها تبقى ثابته، تبقى من الكورنيا عندك، ان هو مثلا يسالك العلاج، يسالك مثلا الكوميونيكيشن، يجيب لك مثلا سؤال تروفوس، الحاجات دي كلها، فكل الحاجات دي معتمده ان انت تبقى مذاكر يا جماعه المنهج اكنك داخل فاينل بالظبط، وانت كده هتبقى مذاكره من الفاينل. طيب بقى اللي هي اللي اسمها ايه، اسمها الانتيرور سيفلوما. الانتيرور سيفلوما ديت كانت عباره عن ايه، عباره مثلا عن ان انا عندي الكورنيا اهيت، وكانت السكليره، وكان في الايريس اهو، كانت في البورفريت كورنيا الاثر، خصوصا البريفرال، لما يحصل هنا اثر هنا والحته دي تتخرم كده، لا يبقى في فتحه هنا كده، فالاسم ده الايريس يخرج بره، يخرج بره يبقى هنا كده، ويحصل عليه هيلينج، يحصل عليه فايبروزس. فالمرحله الحاله دي كنت بسميها ايه، كنت بسميها انتيرور سيفلوما، ان الايرس خرج بره العين من الخرم اللي عملته الكورنيا، اللي عملته الاثر اللي هي البرفيريتد كورنيا الاثر. تمام تمام، فالايرس خرج بره وعليه فايبروزس، عشان كده سميتها ايه، سميتها انتيرور سيفلوما. شايفين يا جماعه دي تقريبا الايرس اهوت، تمام، وهو خارج بره الايه، بره العين. طبعا نفس الكلام ونفس الاسئله، دي كانت عباره عن كومبليكيشن الكورنيا الاثر، فيقول لك ايه هي الاذر كومبليكيشن، يقول لك العلاج، الحاجات دي كلها. طيب نيجي بقى على الكيراتوكونس. الكيراتوكونس ديت معناها ان العين تبلج قوي 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 لبره، يحصل فيها سيكنج، الكورنيا يحصل فيها سيكنج وتبلج قوي لبره. تمام لدرجه ان لو قلت للشخص ده بص لتحت هلاقي الشكل ده، شايفين تحس ان عينه يعني بلج لبره قوي قوي، الشكل ده كان اسمه مانسون ساين. تمام ودي برده حاجه تيجي في الماتشنج، والشكل ده اسمه فوكت استرايا. يعني فوكت استرايا يعني الكورنيا من كتر ما هي اتشدت قوي كده لبره بقت عملت استرايا، عملت خطوط قوي كده، عارفين لما تيجي تشد حاجه، تشد حاجه كده يعني، تشد حاجه وتفردها قوي كده فتحس ان هي عامله خطوط، اهي الكورنيا كده من كتر ما هي اتشدت لبره عملت حاجه اسمها فوكس استراي. بصوا اهي الاستراي اهي، استراي. تمام تمام الاثنين دول يا جماعه الساينس بتاعت الكيراتوكونس. الكيراتوكونس بقى يسالك على ايه، يقول لك والله يجيب لك مثلا كيس ويجيب لك الصورتين دول، يقول لك ايه التشخيص بتاعك، هتقول له كيراتوكونس. يقول لك مثلا ايه الكومبليكيشن، تقول له والله ممكن يحصل اكيوت هيدروبس، ان احنا المفروض الكيراتوكونس ديت ان الجسم السمبرين هو اللي حصل فيه بتاع ده، هو اللي حصل فيه بلجنج، ان هو بلج بره قوي كده. تمام تمام، فممكن الجسم السمبرين ده يفرقع، يعني ممكن من كتر البلج يفرقع والميه تملى الكورنيا فيحصل حاجه اسمها اكيوت هيدروبس. تمام تمام، دي بالنسبه للكومبليكيشن بتاعت الكيراتوكونس. ممكن يحصل كورنيال سكارنج، يحصل بقى سكار وفايبروزس في الكورنيا. تمام طيب، يبقى ديت كيراتوكونس الكومبليكيشن بتاعتها الاكيوت هيدروبس والكورنيال سكارنج. العلاج بتاعها اللي هي بقى العمليات بقى اللي احنا عارفينها بقى، اللي هي مثلا ريجيد كونتاكت لينس، او مثلا هي كروس لينكينج في الكولاجين، او كيراتوبلاستي، الحاجات دي كلها. تمام ده هو الاكيوت هيدروبس اللي انا سأل لك عليه، ان الطبقات من كتر ما هي بلش اتفرقعت خلاص والميه ملت الكورنيا. بصوا تحس ان الكورنيا اهي، تحس ان الكورنيا غرقانه في ميه، غرقانه في ميه اهي، وهنا برضه اهي تحس ان الحته دي كده كلها مليانه ميه. تمام ولما جينا نشوف الكورنيا، لما جينا نكشف على الكورنيا بالجهاز اللي هو اسمه او سي تي، كلنا عارفين ان الاو سي تي ده احسن حاجه في الكيراتوكونس، احسن حاجه بكشف على بكشف بيها على عين الكيراتوكونس كانت الاو سي تي. لما جيت اشوف الاو سي تي يا جماعه ما لقيتش الكورنيا شفافه وزي الفل كده، لا ده انا لقيتها بصوا
بصوا فيها ايه يا جماعه، فيها ايه؟ فيها كلها ميه، حتتي كده بتبقى كلها ميه، تمام، بجهاز الاو سي دي. حلو. طيب الاكيوت هيدروس ديت عباره عن كوميونيكيشن بتاعت الكرياتوكونس، يقول لك مثلا اذر كوميونيكيشن، تقول يكون سكورنج، يقول لك والله العلاج بتاعها، هتقول ايه؟ هتقول العلاج. تمام. طبعا دي صوره نورمال اصلا. طيب الصوره دي اسمها اللي هي ايه؟ اللي هي انتر استرومال كورنيال رينج سيجمنت. ديت بن ديت ال ديت كورنيال رينج اللي احنا بنستخدمها في علاج الكيراتوكونس. الكيراتوكونس دي كنا يا اما بنحط كونتاكت لينز او نعمل عمليات او بنحط حلقه كده في الايه، في العين، عشان تشد البلج ده لجوه. تمام. فبصوا اهي، بصوا الحلقه ايه هي. الحلقه دي اسمها ايه؟ اسمها انتر استرومال كورنيال رينج. ودي الحلقه دي برده اسمها ايه؟ انتر استرومال كورنيال ايه رينج. تمام. تمام. طبعا الصوره دي برده تيجي ايه؟ تيجي ماتشنج. ديت كيراتو جلوبس. كيراتو جلوبس دي برضو شبه الكيراتوكونس، بس الكيراتوكونس اخطر. تمام. كيراتو جلوبس تحس ان الكورنيا باظت بره كده، مش اهي، بصوا العين بتبقى ظاهره قوي. اهي كيراتو جلوبس هنا، هنا مش واضحه قوي الصراحه، بس هي اكتر صوره واضحه هنا. الصوره اللي مش واضحه سيبكم منها، ولما اجي اجيب صوره هجيبها واضحه. طيب دي حاجه اسمها يا جماعه اركس سينيريس. اركس ايه؟ سينيريس. الاركس سينيريس دي بتكون عباره عن دايره في العين بتبقى لونها رمادي كده، شايفين؟ بصوا بصوا شايفين اللون الرمادي ده كده؟ شايفين اللون الرمادي ده كده؟ اهو بصوا، تحس ان العين بقى لونها رمادي شويه. هي دي بقى الاركس سينيريس. الاركس سينيريس دي كانت بتيجي في ناس اللي هم الاردري، وكانت تيجي في ناس اللي هم عندهم مشكله في الليبيد، فالليبيد يروح يترسب في العين ويعمل لي دايره لونها ايه؟ رمادي كده، رمادي في ابيض كده. تمام. تمام. دي برده حاجه تيجي ماتشنج. العلاج بتاعها هي نو تريتمنت اصلا. ممكن يقول لك ايه هي الحاجه اللي ما بنستخدمش فيها تريتمنت؟ الاوبزرفيشن بس، هتقول له الاركس سينيريس. طيب ديت اللي هي البند كيراتوبسي. ديت ايه بند كيراتوبسي؟ بند كيراتوبسي ديت عباره عن شريط كده بلاقيه في الكورنيا. بصوا اهي الشريط اهوت، شريط بلاقيه في الكورنيا. الشريط ده بيجي نتيجه ايه؟ بيجي نتيجه ترسب الكالسيوم في الكورنيا. بيجي نتيجه ايه يا جماعه؟ ترسب الكالسيوم في الكورنيا. فيقول لك والله يجيب لك كيس مثلا، ويقول لك واحد بيشتكي معرفش من كذا وكذا، ولقينا الصوره دي عنده، يبقى تشخيصك ايه؟ بند كيراتوبسي. باند كيراتوبسي. طيب الاسباب ترسب الكالسيوم في الكورنيا. تمام. طيب يقول لك العلاج، والله انا هعالجه بحاجات كتير. هعالجه مثلا بضاي صوديوم اديتا، ان انا هديله حاجه تمسك فيه الكالسيوم. تمام. تمام. وتخرجه بره. او هعالجه بحاجه اسمها سكريبنج، ان انا هدخل انا واشيل الكالسيوم الموجود في الكورنيا دي. او هعالجه بيه اللي هي ليزك بقى، ليزك ان انا اشيل له حته من الكورنيا والحاجات دي كلها يعني. تمام. تمام. يبقى دي اسمها ايه يا جماعه؟ اسمها باند كيراتوبسي. بتيجي نتيجه ترسب الكالسيوم، ممكن برده تيجي ماتشنج، يعني هي الاقرب اصلا انها تيجي ماتشنج. طيب دي برضو فوتو في صلماي. فوتو في صلماي تحس ان يا جماعه فوتو في صلماي ديت يعني مش عارفه بس ما قالكوا ازاي، بس انت تحس ان انت مثلا رايح اللي هي اللي ايه، الوان الطيف، يعني تحس ان انت رايح كده طالع في كوكب، يعني طالع كده في الفضاء وفي الوان طيف كده وحاجات كده غريبه هنا. ماشي. بصوا فوتو في صلماي، فوتو في صلماي هي. او تحس ان هي الصوره اصلا لونها بنفسجي، هنعتبر ان هي لونها بنفسجي مثلا. ماشي. فوتوفسرماي دي بتيجي نتيجه تعرض الشخص ليه الترا فايلت ري كتير. فوتوفسرماي بتيجي نتيجه ايه؟ تعرض الشخص الترا فايلت ري كتير. تمام. فيقول لك السويد اسمها ايه؟ اسمها فوتوفسرماي. انا بعالجها بايه؟ بعالجها والله ان الشخص يلبس دارك كلاسس ويحمي نفسه والحاجات دي كلها وما يتعرضش للشمس. تمام. ودي برده حاجه تيجي ماتشنج. طيب ديت الصوره دي ايه؟ اللي هي بينتريتنج كيراتو بلس، ان انا يا جماعه بستبدل الكورنيا بكورنيا تانية خالص. تمام. يعني بحط الكورنيا وبخيط اهو، بخيط. شوفوا دي اثر الخياطه. تمام. يبقى اسمها ايه؟ اسمها بينتريتنج كيراتو، سوري، اسمها بينتريتنج كيراتو بلس. والكيراتو بلس دي انا كنت بستخدمها في علاج ايه؟ في علاج الكيراتو كونس. تمام. ودي حاجه برده حاجه تيجي ماتشنج، يقول لك والله حاجه بستخدمها في علاج الكيراتو كونس، عمليه بستخدمها في علاج الكيراتو كونس اللي هي كيراتو بلس. طيب دي برضو من العمليه من العمليات اللي انا بستخدمها في علاج الكيراتوكونس، اللي اسمها ديب انتيرور لاميلر كيراتو بلاستي. كانت عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره ان انا لما اجي استبدل، لما اجي ان انا اخرج الكورنيا من عين العيان واحط مكانها كورنيا، كنت انا بخرج كل طبقات الكورنيا ما عدا اسم السيمبرين. تمام. تمام. هنا كان عندنا مثلا طبقه الابسيليوم والباوماسيال والستروم وكل الحاجات دي، وفي الاخر دسم السيمبرين. يعني كنت بشيل كل الطبقات دي كلها ما عدا دسم السيمبرين، وبعد كده احط ايه؟ كورنيا جديده. فالعمليه دي اسمها ديب انتيرور لاميلر كيراتوبلاستي. ديب انتيرور لاميلر كيراتوبلاستي. تحس اصلا ان تحس ان الصوره شكلها وحش، شكلها وحش كده وشكلها مش لطيف. عشان كده شكلها مش لطيف ليه؟ لان انا بشيل الطبقات كلها ما عدا دسم السيمبرين. تمام. فاسمها العمليه اسمها ديب انتيرور لاميلر كيراتوبلاستي. طبعا شكلها مش لطيف، دي بس مجمع، مش كلام علمي يعني. فالعمليه بتاعتنا دي بقى تريتمنت كيتوبلاسي، وممكن تيجي ايه يا جماعه؟ تيجي ماتشنج.
بصوا على، انا بقول شكلها مش لطيف، لان الصوره دي بقى هي الالطف وجميله قوي، وتحس ان هي لونها ايه، لونها جميل وفيها فقاعات ميه جميله برضو. ليه بقى؟ لان انا في الصوره دي انا بشيل كل حاجه، بشيل كل الطبقات، ما فيهم كمان الدسم السامبرين، تمام. وابدا انا احط كورنيا جديده من عندي. يبقى طالما شلت الدسم السامبرين يا جماعه، يبقى الصوره هتبقى شكلها لطيف وجميل. والعمليه بتاعتنا اسمها دسم السامبرين، دسم السامبرين انتيريال كيراتوبلاست. اما الصوره الثانيه لا، انا بشيل كله مع دسم السامبرين، بشيل اسمها ايه، اسمها انتيريور لامينال كيراتوبلاست، تمام. طيب طبعا الصورتين دول يا جماعه يجوا ماتشنج، مش هجيب لك كيس فيهم. طيب نيجي بقى نحل، عايزين بس نخلص بسرعه عشان طولنا. نيجي بقى نحل يا جماعه، بيقول لك ايه، تعالوا بقى نشوف احنا هنحل الكيس ازاي. بيقول لك اهو 65 years old man comprehend of red وبينفول رايت اي وذ بلاري فيجن. اول يا جماعه ما يقول لك حاجه تبع النظر، مشكله في النظر، يبقى انت هتتجه ناحيه يا اما كورنيا يا اما لينس يا اما ريتنا، تمام. طبعا هو هنا قال لك ريد وقال لك بينفول، تمام. يبقى يعني اكتر حاجه بتتميز بالبين اللي هي الكورنيا، يعني لان هي فيها اعصاب بقى كتير وكده. فطالما ريد وبينفول وبلاد فيجن يبقى حاجه تبع الكورنيا، تمام. فاقول لك والله ان الموضوع عمال يسوء في خلال 4 ايام، وبعد كده ادانا في لما العين ده جالنا وقال لنا هيستوري، ادانا في الهيستوري ان هو جوت سكراتش باي بلانت، ان هو الطرف بيه بلانت. وكلنا عارفين يا جماعه ان اشهر حاجه تيجي مع البلانت اللي هو الفانجل، تمام. اشهر حاجه تيجي مع البنت اللي هو ايه، الفانجل. فهو بيقول لك ان وات ذا موست لايكلي دايجنوزس، اللي هو ايه، اللي هو فانجل كيراتايتس. طيب بيقول لك ان ايه، مونيتور ثري بوسيبل كومبليكيشن. طبعا هو في هنا حاجه ممسوحه. طيب احنا قلنا الدايجنوز بتاعنا اللي هو الفانجل كيراتايتس. طبعا بتقول لكم حاجه، ان الصوره هنا يا جماعه مش واضحه ولا تدل على اي حاجه، فالصوره هنا ملهاش لازمه، انا هحل الموضوع من الكيس، تمام. فقلنا الدايجنوز بتاعنا اللي هو ايه، اللي هو الفانجل كيراتايتس. طيب بيقول لك والله اذكر الكومبليكيشن، اذكر 3 كومبليكيشن. هو هنا مش بيقول لك اذكر الكومبليكيشن بتاعت الفانجل، هو هنا بيقول لك اذكر الكومبليكيشن بتاعت الكيراتايتس بصفه عامه، تمام. فانت بقى ممكن تقول ايه ده، وانا ما خدتش كومبليكيشن للفانجل، طب انا هقولها ازاي؟ لا عادي، انت هتقول الكومبليكيشن بتاعت الفانجل بتاعت الكيراتايتس بصفه عامه. فانت احنا كنا عندنا الكيراتايتس ديت يا اما اول حاجه يحصل شويه انفلاميشن وكده، ويحصل اثر، فاحنا هنحط الاثر من ضمن الكومبليكيشن، تمام. وبعد كده الاثر ده ممكن تخرم الكورنيا، فهقول لك كورنيال بورفريشن، تمام. وبعد كده لا، ده ممكن طالما خرمت الكورنيا فممكن الانفكشن يطلع بره وينتشر، فهتبقى ايه، سبريد اوف الانفكشن، تمام. يبقى الثلاث كومبليكيشن بتوعنا اللي هم الاثر والكورنيال بورفريشن وسبريد اوف الانفكشن، تمام. احنا نحفظهم كده. ويا جماعه الاسئله بتتكرر على فكره، اسئله امتحانات السنه اللي فاتوا كده هتلاقيها متكرره، ممكن بس يغير لك فيها حاجات بسيطه. طيب ترو فوس بقى، بيقول لك ان ذيس كيس كان بي تريت باي الانتي بايوتيك. بيقول لك ان الكيس ديت اللي هو الفانجل ده بعالجه بانتي بايوتيك؟ لا طبعا، انا بعالجه بانتي فانجل، تمام. طيب يا جماعه نيجي على تاني كيس، بتقول ايه، بتقول 45 years old woman complaining of continuous watering of the eye، تشتكي من continuous watering of the eye. يا جماعه يعني هي عندها مشاكل في اللاكريمال، تمام، وعندها swelling في الميديكال كانسس اريا، وعندها recurrent mucobilant discharge. يا جماعه عندها mucobilant discharge، طبعا discharge خاص بايه يا جماعه، بالخاص بالكورنيا وخاص مشاكل الكورنيا والاثر بتاعت الكورنيا، صح. ولكن now she is complaining of acute onset of stitching pain. stitching pain دي برده اللي هي خاصه بالكورنيا، اللي هي مشاكل النيرف بقى والبين بتاع كنا والحاجات دي، صح. طيب وديفكت في الفيجن وما اعرفش ايه. واحنا جايين اكزام يا جماعه الست ديت، لقينا ان هي عندها ديسك شيبد كورنيال اثر، لان الكورنيال اثر عامله زي الديسك شيبد اللي هي الاثر بتاعت مين يا جماعه، بتاعت الهايبوبيون اثر، صح. يبقى انا دلوقتي استنتجت من الكيسيت ان الست دي عندها حاجتين، عندها مشاكل في اللاكريمال وعندها مشاكل في الكورنيا. واحنا عارفين الاورجانيزم اللي كان بيجمعنا بين الاثنين دول اللي هو كان اسمه ايه، كان اسمه نيوموكوكو، صح. اول حاجه بقول لك ايه هي الدياجنوز بتاعك. الدياجنوز بتاعنا هيتقسم الى حاجتين، هما ايه، ان هي مشاكل في اللاكريمال ومشاكل في الكورنيا، ولازم تكتب الاثنين يا جماعه. لو كتبت واحده بس هتنقص. يبقى احنا هنقرا الكيس كويس قوي ونحاول نستخرج منها كل حاجه. سالك عن دياجنوز في حاجتين، هنكتب الحاجتين، في ثلاثه نكتب الثلاثه. بقول لك الدياجنوز بتاعنا اول حاجه داكروسيستايتس، اللي هي مشاكل في الدكر اللي هي اللاكريمال جراند والحاجات دي كلها. بعد كده كومبليكيتد باي كومن هايبوبيون ايه اثر، تمام. بقول لك ايه هو الاورجانيزم بتاعنا اللي هو مين، اللي هو نيوموكوكوي. وبعد كده بقول لك تروفوس، بقول لك الستريبتوكوكوي كان بنتريت الانتكت كورنيال ابسيليوم. لا طبعا، لان احنا كلنا عارفين ان الكورنيال ابسيليوم بتخترق بسيط من بسيط اورجانيزمات معينه متجمعين في كلمه ايه، في كلمه نادله، ما كانش معاهم مين، السريب، تمام. طيب رابع سؤال بيقول لك ان البيشنت نيد هوسبيتال ادمشن. طبعا بيحتاج هوسبيتال ادمشن. احنا كنا عارفين في العلاج بتاع الكورنيا اثر كانت اول حاجه هوسبيتاليزيشن اصلا، ماشي. نيجي بقى على الكيس ديت بقى، ديت بقى امتحانات السنين اللي فاتت، دي مهمه جدا يا جماعه، ماشي. ثانيه واحده، بص
الكيس بتاعتنا بتقول ايه؟ بتقول 17 years old patient present to ophthalmology clinic complain بيشتكي من continuous itching sensation and rubbing of his eye. عماله يا جماعه تهرش في عينيها، واحنا عارفين ان الرابنج بتاعت الاي ديت اللي هي مشاكل في ايه؟ مشاكل في الكونش. احنا بنرجع بالكون دلوقتي، انا عماله اهرش في جفن عيني، ممكن تكون مشاكل في الكونش، ممكن تكون سبرنج قطاره. صح صح. ولكن هاد سيفرال سيمرال اتاك بيفور اند ناو اي از اوسو كومبلين اوف الديمنيشن اوف الفيجن. بقول لك والله هي الحاجه دي جات لها قبل كده وبتتكرر تاني، ودلوقتي هي بتشتكي من ديمنيشن اوف الفيجن، ان نظرها راح، معنى كده ان الحاله حصل لها كومبليكيشن. تمام ماشي. ثانيه، بتشتكي من ديمنيشن اوف الفيجن في الرايت اي، وبقول لك الفيجوال اكت بتاعها 6 على 18، يعني مش عندها مشكله كده في الايه، في الرايت اي. اما الليفت اي سليمه وزي الفل. لك لما كشفنا عنها this an image of the anterior segment of the patient بالتكامل الحاجة دي، لما كشفنا عنها والله لقينا الأشكال دي، الأشكال ده والشكل ده. طبعا ما لكش دعوة بالصورة يعني، أو مثلا ممكن تستخدم الصورة ان هي تساعدك، ان هي أول صورة ديت اللي هي ديت كده صورة مين؟ صورة السبرينج قطار. يبقى احنا عرفنا ان الست دي عندها سبرينج قطار. طيب هو عمل لها بنتكام ليه؟ بنتكام ده كان بيستخدم في ايه يا جماعة؟ كان بيستخدم في مشاكل الكورني صح، وخصوصا مين؟ خصوصا الكيراتوكونس. هو والله لما عمل لها بنتكام لقي ان البنتكام هنا غريب شوية. بصوا بصوا هنا، تحس ان هو متعرج شويه كده، وتحس ان هو داخل لجوه هنا كده. تمام. بصوا مش مهم تعرفها، يعني مش مهم تعرف البنتجان في ايه، انت بس عرفت ان ده سبرينج قطاره، وانت عارف ان السبرينج قطاره دي ممكن تكون مركب بايه؟ بكريتوكونس، وعارف البنتجان بيصون في علاج الكريتوكونس. يبقى الست دي عندها ايه؟ عندها سبرينج قطاره وكمركيت باي ايه يا جماعه؟ بكريتوكونس. وهو بيقول لك هنا ايه الدياجنوز بتاعك، او السؤال بيقول لك ايه الدياجنوز بتاعك؟ والله ديت انفيرنال كريتوكونجكتيفايتس اللي هي المرض الربيعي ده اللي هو السبرينج قطاره. ثاني سؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك البنت كام الميش ده افكر شو كورنيا سينج. هو قال لك اصلا قال لك البنت كام بيوضح كورنيا سينج والريجولار استجنيزم كمان. هو قال لك سبحان الله ايه المست بقى بروب الدياجنوستس، الدياجنوست بتاع البنت كام؟ طبعا كيراتوكونس. تمام. طيب بقى بيقول لك هنا ايه ويتش اوف ذا فولوينج سيرجيكال موداليتيز شود بي كونسيدرد فور البوس اي اوف ذا بيشنت. بيقول لك ايه هي احسن حاجه انا هستخدمها في علاج الشخص ده؟ هل هستخدم كورنيال كولاجين كروس لينكينج، ولا هستخدم بوستيرور لاميلر، ولا هستخدم انترا فيتال ستيرويد، ولا هستخدم الحاجات دي؟ يعني هستخدم انهي؟ والله هتبقى الاجابه بتاعتنا اللي هي كورنيال كولاجين كروس لينكينج، لان هي بتبقى ايه امن حاجه واحسن حاجه وكده، ان انا بس مجرد هقوي طبقات الكولاجين. تمام. مش مهم ادخل عمليات دلوقتي، ان انا هعمل ايه كورنيال كولاجين كروس لينكينج تمام. طيب ثالث رابع سؤال بيقول ميشن 3 اذر كورنيال كومبليكيشن ذات اوكر تو ذيس بيشنت، اذكر ثلاثه كومبليكيشن تانيين اللي بيحصلوا لي البيشنت ده. طبعا احنا انا قلت لك دي سبرينج قطاره كومبليكيت باي كيراتوكونس، وعايز ثلاثه غير الكيراتوكونس. فتبقى ايه يا جماعه؟ تبقى طبعا الكومبليكيشن بتاعت سبرينج قطاره اللي انتوا عارفينها اللي هي بانكريت مايكرو اوريجن، هي سوبرفيشال كيراتيتس، او مثلا كورنيال بلاك. تمام. ان يحصل ان الكورني يحصل فيها ليجن بقى ويبقى كبير كده عامل زي البلاك كده. تمام. او انيورال ايه بالانس. تمام. طبعا الكومبليكيشن ديت انتوا عارفينها من السبرينج قطاره. بعد كده الكيس دي بيقول لك في الكيس دي يا جماعه ماشي this female patient present to the ophthalmology او patient clinic. تمام. with complain of رابد انسه اوف ريدنس، والله عندها ريدنس وعندها بين وعندها ديمشن في الفيجن في الهير رايت اي ديت يا جماعه. الاعراض دي بتاعت ايه؟ بتاعت مشاكل في الكورني. تمام. لاست تو دايز ذس ان ايمج، وقال لك الايمج هي بصوا الايمج، الايمج واضحه وجميله ازاي يا جماعه؟ يبقى انت ممكن تحل الكيس كلها من الايمج بس. تمام. اللي مش بتاعتنا اللي هي ايه؟ اللي هي كانت عباره بصوا الخطاطيف عامله ازاي؟ فديت ايه؟ دنتريتك كيراتيتس اللي هي كانت بتسببها ايه يا جماعه؟ الاكانس اميبا. فبقول لك اهوت ريجاردنج كلينيكال هيستوري يور مش عارف ايه الايمج بريزنت ديت الدياجنوز بتاعك هتبقى هيربيتك او دنتريتك كيراتيتس. تمام؟ طيب بقول لك ايه هي الاكزامينشن تكنيك يوزد ان اباف بيكتشر؟ اه يعني بقول لك الصوره ديت يا جماعه ايه هو الاكزامينشن تكنيك اللي احنا استخدمناه؟ طبعا احنا شايفين ان الصوره لونها اخضر، فهو بقول لك ايه الصبغه اللي احنا استخدمناها؟ ايه التكنيك اللي انت استخدمته؟ فتبقى هتبقى الفلوروسين السين في الكورني. تمام؟ بقى بيقول لك ثلاثة سبيسيفيك كلينيكال كاركترستيك فور ذا كورنيال كونديشن. بقول لك اوصف الكرحه اللي انت شايفها، اوصف الشكل اللي انت شايفه واللي هو الدنتريتك اللي هو الخطاف ده. تمام. الشكل ده عامل زي الشجره، يعني في تفرعات صح، وبيكون سوبرفيشال. تمام. هو بيقول لك ان هو سوبرفيشال اهوت، وبيكون لينير يعني عباره عن خط كده ومتفرع، يعني خط كده هو ومتفرع في تفرعات. تمام. طيب بقول لك ان هو سوبرفيشال وان هو لينير وان هو برانشنج متفرع اهوت، وان هو نيرف بيرفوريت، ان هو بيأثر على النيرف. احنا واخدين في الاكنس ايه بقى؟ ان هي بيرفوريت النيرف وبتأثر على النيرف، عشان كده بيبقى معاها بين شديد جدا. تمام. ان هي نيرف بيرفوريت وهي تيرمينال ايه؟ تيرمينال نوب. طبعا الكاركترستيك دي يا جماعه احفظوها زي ما هي كده، عشان هي مش موجوده عندكم في الكتاب اصلا، فانتوا تحفظوها زي ما هي. ان انا بوصف الدنتريتك اثر دي ان هي سوبرفيشال ولينير وبرانشنج، وممكن تخترق النيرف بيرفوريت، وان هي تيرمينال ايه؟ تيرمينال نوب. تمام. رابع سؤال بيقول لك ايه؟
بقول لك الميديكال تريتمنت اوف ذيس كوز انكلود ايه؟ هل انا بعالج الشخص ده يا جماعه بايه؟ هل بعالجه بيه توبيكال ستيرويد؟ لا طبعا، احنا كنا قايلين نيفر يوز الستيرويد. هل بعالجه بيه انتيبيوتيك؟ لا، دي مش بكتيريا اصلا، دي فيروس على فكره، كان سيمدي فيروس. طيب هل بعالجه بيه توبيكال انتي فيرال؟ اه طبعا بعالجه بيه توبيكال انتي فيرال. تمام. طيب نيجي على الكيس دي. بيقول لك ايه هنا بقى؟ بيقول لك في ميل بيشنت بريزنت وذ اوبسالمجي كلينيك وذ كومبرين اوف رابيد اونست اوف ريدنس وبين وديمينيشن اوف الفيجن هير رايت اي اوفر ذا لاست 2 دايز شي جيف هيستوري اوف تروما اوف باي تري. شايفين التري دي يا جماعه؟ شايفين التري والبلانت والحوارات دي كلها كانت تبع مين؟ تبع الفانجل. تمام، يبقى من غير ما اكمل الكيس. بقول لك الايمج هي طبعا الايمج احنا ولا شايفين فيها حاجه ولا فاهمين فيها حاجه، فهي ما لهاش لازمه. فبقول لك اول سؤال هنا، ايه الدياجنوز بتاعك؟ ايه البروفيشنال دياجنوز بتاعك؟ تبقى ايه؟ تبقى الفانجل كيراتايتس. تمام، نعلم بس عشان ما حدش يدوه مننا. فبقول لك هنا ايه هو البروفيشنال دياجنوستس؟ هتبقى الفانجل كيراتايتس. تمام، بقول لك هنا ايه تو سبيسيفيك انفستيجيشن تكنيك تو كونفيرم يور دياجنوستس. طبعا يا جماعه هو مش قال لك هنا بصوا، وبقول لك ايه تو سبيسيفيك انفستيجيشن تكنيك تو كونفيرم يور دياجنوستس. هنا مش قال لك اسكولي صبغتين. تمام، هو هنا بيقول لك اسكولي انت هتعرف تشخص الحاله دي ازاي. انا مثلا شكيت ان هي فانجل، طب هعرف اشخصها ازاي؟ ان انا هعمل صبغه. اللي هما كان ايه؟ كانت تستين او بيريوديك اسيستين او هعمل كالشر. كالشر اللي هي كانت سابروس ايه؟ سابروس ديجستروز اجور. يبقى نركز يا جماعه كده عشان ممكن تقرا السؤال ده وتقول والله كده انا مثلا هعمل تفكر مثلا في الاجهزه اللي انت بتستخدمها في الاكزامينشن الكورنيا، مثلا تقول انا هعمل او سي تي، انا هعمل معرفش ايه. لا، انت مش هتعمل اي حاجه من الحاجات دي، انت هتعمل حاجه خاصه بالفانجل اللي هي ايه؟ اللي هي تصبغها وتحطها في كالشر. تمام، بعد كده كنت هتاتا بقول لك هنا ترو اور فولس. بقول لك التوبيكال ستيرويد كان بيوزد، هل انا بستخدم ستيرويد يا جماعه مع الفانجل؟ لا طبعا، ده نيفر يوز ستيرويد، يبقى غلط، دي غلط. تمام، بقول لك الايمونو كومبريز دي بيشنت ارث سكتابل تو ذيس كورنيال، الناس اللي هي منعتها واقعه عرضه اكتر ان هي جالها فانجل. ايوه طبعا، دي كانت موجوده معلومه مهمه جدا في مربع كده. تمام، بقول لك البيشنت ده مش محتاج هوسبيتاليزيشن؟ لا طبعا محتاج، اول حاجه في علاج اي كورني اثر هوسبيتاليزيشن. طيب الكويشن 4 بيقول لك ايه؟ بيقول لك قول لي تو لاين للتريتمنت، هتعالج الفانجل ده ازاي؟ هتدي انتي فانجل سواء توبيكال انتي فانجل او سيستميك ايه انتي فانجل. تمام، طبعا الامثله دي كلها انتوا عارفينها من النظر، وممكن تديله تير سبستيتيوت. تمام، طيب نيجي الحمد لله على اخر سؤال. بصوا خلينا نشيل الاجابات. ماشي، اول سؤال، اول رقم ايه بيقول لك ايه؟ اول السؤال هنا بيقول ايه؟ بيقول لك كلينيكال كونديشن كوست باي الهربس زوستر. بس ايه الحاجه هنا بتاعت الهربس زوستر؟ اهي واضحه قوي اللي هي جي دي. تمام، ايه هي كلينيكال كونديشن ذات كوست باي ليبيد بوزيشن؟ اهي احنا لسه شرحناها فوق، الحاجه اللي بتجي بسبب الليبيد بوزيشن يا جماعه اللي هي مين؟ اللي هي الاركس. اهي بتحس ان هي لونها بني رمادي ابيض، الحاجات دي كلها ديت ايه؟ بتاعت الليبيد بوزيشن. طيب بيقول لك ان كلينيكال تيست يوز تو اكزامين الكورنيال برفوريشن، الصبغه اللي بستخدمها عشان اكزامين الكورنيال برفوريشن يا جماعه اللي هي ايه؟ اللي هي سي دي تيست اللي عامله زي حدوته الحصان دي. تمام، كلينيكال كونديشن تريت ويز الايه؟ الاوبزرفيشن، الحاجه اللي ما بتحتاجش علاج اللي هي ايه يا جماعه؟ اللي هي برضو الارك الصنايعي. هنا على فكره مكرر الصوره مرتين، فما تتخضوش عادي، ممكن تختار حاجه مرتين، مش لازم تختار كل الصور، وما تقولش انا اخترت دي مره اختارها تاني ليه؟ عادي، وممكن يجيب لك صوره زياده انت مش موجوده، يعني ممكن يجيب لك صوره زياده وملهاش جمله هنا عادي. تمام، فالكلينيكال كونديشن اللي احنا بنعالجها بالاوبزرفيشن هي الارك الصنايل، وبرده فوق قلنا الارك الصنايل اللي هي كانت ايه؟ اللي هي بتاعت الليبيد ديبوزيشن. تمام، وبعد كده بقول لك كلينيكال كونديشن ويتش ستيرويد اي دروب از كونتر انديكيت، ممنوع تستخدم الستيرويد اللي هي كانت ايه يا جماعه؟ اللي هي كانت الفانجل والاكانس اميبا والحاجات دي كلها، فهتبقى اتش اللي هي الاكانس اميبا. اخر سؤال بيقول لك كلينيكال كونديشن ذات ستريت ويز ريجيد كونتاكت لينس، اللي هي كانت ايه؟ كانت الكيراتوكونس اللي هي رقم كام؟ رقم جي. تمام، حط الاجابات، هي الاجابات بتاعتنا. طبعا احنا كده خلصنا الحمد لله. فزي ما قلت لكم يا جماعه، اهم حاجه في العملي، الاهم من الصور انت تبقى مذاكر المنهج حلو قوي اكنك داخل فاينل، لان كل الاسئله اللي تيجي على الكيس هتبقى معتمده على مذاكرتك، وانت من خلال الكيس هتبدا ان انت تشخص، يعني من خلال الكيس هتقدر ان انت تشخص الحاله. تمام، الصور بتبقى مهمه في ايه؟ مهمه في الماتشنج، ان انت اي صوره كده فيها جهاز، فيها ساين، فيها معرفش ايه، فمهمه جدا في حته ايه؟ الماتشنج. تمام، وربنا يوفقكم جميعا يا رب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.